جزاكم الله خيرا. يقول الأخ عماد: من ترك الصلاة عمدا ثم تاب توبة نصوح هل يقضي ما ترك؟ الراجح أنه لا يقضي ما ترك، وإنما تكفي التوبة، لأنه في وقت تركه للصلاة متعمدا ليس على الإسلام، ترك الصلاة متعمدا كفر، فهو يدخل في الإسلام من جديد ويتوب إلى الله ويحافظ على الصلاة في المستقبل.